كان للنبي الكريم صفات إنسانية عظيمة مع أهل بيته، فربما حق لنا أن نخرج في هذه الحلقة عن السياق العام لتسلسل الأحداث في هذا المسلسل النبي قبل النبوة، لنذهب إلى يوم وفاة أم المؤمنين خديجة بنت خويلد زوجة النبي الكريم. صنعت خديجة الطعام لزوجها وذهبت إلى جبل الصفا وجبريل عليه السلام عند النبي، وهي في الطريق وقعت أم المؤمنين على الأرض وكانت قد بلغت من العمر 65 عاما. عند وصولها إلى النبي الكريم غادر جبريل فضمها صلى الله عليه وسلم. تخيلوا، سيد البشرية وهذه العلاقة الزوجية الحميمة. رجع جبريل عليه السلام وقال لسيدنا محمد إن الله يقرئ خديجة السلام، ينزل الوحي إلى الأرض ليس من أجل القرآن بل يقرأ السلام من الله لإمرأة. قال جبريل يا محمد اقرأ خديجة من ربها السلام. أي كرامة هذه؟ نعم إنها تستحق. ألم تدثر النبي؟ ألم تزمله؟ ألم تصدقه عندما كذبه العالم؟ قالت خديجة رضي الله عنها هو السلام ومنه السلام. فاستأذن جبريل ربه أن يقرأ خديجة السلام فأذن له، فقال يا محمد اقرأ خديجة مني السلام. فقال النبي يا خديجة وإن جبريل يقرئك السلام. قالت وعليه السلام، إنه أمين السماء جبريل عليه السلام ينزل إلى الأرض ليبلغ رسالة من ربه لإمرأة، هي ليست نبي ولا رسول، إنها إمرأة لكنها ليست كأي إمرأة، هي ثبتت النبي الكريم على الحق وكانت معه في محطات مهمة في الدعوة الإسلامية. ثم يقول جبريل بشرها أن لها بيت في الجنة. الآن لحظة الموت تنزل على خديجة. أي مشاعر تلك التي كان فيها النبي الكريم سيد البشرية وهو يضم خديجة إلى صدره، وأمين السماء يبشرها ببيت في الجنة ويقرئها السلام من ربها، وأمين السماء يستأذن ربه بالسلام عليها. يا لها من لحظات يصعب لأحد تخيلها، ما أجملها من لحظات يفارق فيها الإنسان الحياة. أي عظمة تلك وأي كرامة. هي عرفت أنها لحظة الوفاة، لكن اسمعوا ماذا قالت والروح تغادر جسدها. يا محمد والله لن يخزيك الله أبدا، إنك تصل الرحم وتعين على نوائب الحق. اصبر يا محمد وخذ بوصية ورقة ابن نوفل، فإن قومك سيؤذونك وإنهم سوف يطردونك. تخيلوا لحظاتها الأخيرة في الدنيا وهي لا زالت تثبت النبي. إنها الزوجة المثالية الحقيقية. ماتت خديجة وهي في حضن النبي الكريم. حزن عليها صلى الله عليه وسلم حزنا شديدا، لم يكن قد مر على وفاة أبا طالب عمه الذي ناصره ودافع عنه إلا 3 أيام، فزاد حزن النبي أكثر بفقدان خديجة، حتى أن الصحابة كانوا يأتون بعد أيام فيجدونه حزينا ويقولون له يا رسول الله خفف عليك، فيبكي ويقول إنها أم العيال ربة البيت، إنها المرأة التي وقفت معي يوم تخلى عني كل الناس، إنها المرأة التي آمنت بي يوم كفر بي كل الناس، إنها خديجة وكفى. إنه إنسان صلى الله عليه وسلم. ماتت أم العيال ويوجد بيت ويوجد عيال، هناك مسؤولية اجتماعية على عاتق النبي تجاه بيته، هناك رسالة ربانية يجب أن يبلغها، هناك قريش وأهل مكة. لم يقتصر الفقدان للنبي عليه السلام لأهل بيته قبل النبوة على وفاة أبيه وأمه وجده، بل امتد إلى أبعد من ذلك بكثير. فكما ماتت أمه بين ذراعيه وهو في عمر 6، ماتت خديجة بين ذراعيه وهو في عمر 50. أتدرون عندما توفي رسول الله مات وهو في حضن أم المؤمنين عائشة. تخيلوا حجم احترام النبي للمرأة في المجتمع الإسلامي. صلوا عليه وسلموا تسليماً.